لا اولا خليني نقول لك بان الترشيح ديالنا هو ترشيح سياسي املته اعتبارات ورهانات سياسيه اكثر من حزبيه ترشحنا الترشيح ديالنا لكي نقول لا للمرشح الوحيد لان ذاك المرشح الوحيد الا احنا غادي نمشي ندير واحد النوع من الاجماع هذا الاجماع هو مرض وعرض من الاعراض الهيمنه والاستبداد نوقف ضده ثالثا البرلمان معروف بالتعدديه ديالو معروف بالديمقراطيه ديالو دي فاذا حنا ما يمكننا الا ان نساهم من خلال الترشيح ديالنا في هذا الجانب حزب العداله والتنميه هو حزب اتخذ القرار ديالو بطريقه مستقله وما وما خضعناش لانك خضعنا للعدد ما ما نترشحوش ولكن فيها واحد الرساله بانه القرارات والمواقف ديال العداله والتنميه ليست قرارات تحت يعني يعني فيها العرض والطلب او فيها اتجاه ديال الريع غادي نمشيو معاه او غنتبعوا جلاله بن لا قرار ديالنا مستقل كنتاخذوه ملي كنشوفوا كنشوفوا الامور اللي خصنا فلذلك نحن اتخذنا هذا القرار ديال الترشيح بين قوسين بالرغم من اننا الناحيه العدديه راه راه كاين عند في, في الجهه الاخرى ولكن لكي نقول بانه كاين كذلك واحد الممارسه التي تمت خلال هذه المده من طرف السيد رئيس يجب ان تتغير والترشيح ديالنا غيمشي في هذا الاطار غيمشي في هذا الاطار بان ننبه في كل لحظه عن كل عن كل السلبيات التي يمكن ان تقع واساسا لكي نقف سدا منيعا ضد ان ان يتحول مجلس النواب الى ملحقه لحزب معين سواء من, من سواء من اجل استقطاب النخب او من خلال يعني واحد النوع من 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 خلين من خلينا نقول من التمازج ما بين ما بين الرئاسه وهيئه الاغلبيه والحكومه هذا راه برلمان هذا راه مجلس النواب كيخصو يمارس الصلاحيات ديالو بشكل مستقل سواء على الحكومه او على الاحزاب فهو خصو يعتبر كما قال رئيس ديال الجميع ماشي رئيس حيت كيراس هيئه ديال الاغلبيه ولذلك هذه من بين الاهداف التي ترشحنا و بترشيح بالترشيح فيها طبعا انا كنشكر المجموعه النيابيه 13 اللي حضروا كاملين للتصويت ديالهم كنشكر الاخوات والاخوان اللي من غير المجموعه اللي صوتوا علينا واللي وكنشكر كذلك حتى الناس اللي عبروا كانت عندهم ظروف ما لهمش يعبروا نظرا لا اقول التزامات ولكن نظرا ما يقع عليهم من ضغوط شكرا <applause>